السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الفيديو دوت هنشرح إزاي تقدر تجيب مانوالي، بإزاي تعرف الطريقة اللي إحنا نقدر نجيب بيها الماكسيمم ثيوريتيكال ثروبوت في الـ LTE FDD سيستم. تمام؟ أول حاجة عايزين نعرفها إمتى نحتاج إحنا ليه إحنا بنحتاج نبقى نجيب نعرف الماكسيمم ثروبوت سبورتد بأي باندويتس موجود في LTE اللي عندنا. الحقيقة ديلي روتين أكشنز فور أني إيشيو. انت تمني بتبقى محتاج تعرف لو درافت دلوقتي نزل على سايت ايه هي الفاليو اللي هيجيبها لك ديت، هي هل هي كومباربل بالنسبه للماكسيموم ولا هي بعيده ولا هي قريبه. فده بيبقى حاجه مهمه جدا جدا. انت عارف ان السايت ده بيزد على الاندوس ديت المفروض هيجيب الماكسيموم بتاعي كذا، فالفاليو بتاعت الدرافت اللي بيجيبها لي من فين بقدر اعرف السايت ده بالنسبه لي هو اكسبتد ولا هو قريب من الماكسيموم ثبوت ولا هو بعيد. طب ازاي نحسبها؟ الحقيقه الفيديو دوت معمول فور ان اكزامبل. تمام؟ للباند ويدث عندنا هو 20 ميجا هرتز. احنا عارفين 20 ميجا هرتز في ال LTE باند ويدث بيدينا كام نمبر او بي ار بيز، هو عباره عن 100 بي ار بي فيزيكال ريسورس بلوك. الحقيقه ان في عندنا فور انبوتس مهمين جدا 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 بيتحكموا في الثروبوت الماكسيمم اللي احنا نقدر نجيبه. اول حاجه طبعا عندنا الباندويتس بتاعنا في الاكزامبل دوت، احنا عاملين الباندويتس بتاعنا هو عباره عن 20 ميجا اللي هو 100 بي ار بي. تاني حاجه المايمو لاير، المقصود بيها بايمو لاير هل هو انت السلايه عندك او السايت السلايه عندك هل هي قايمه 2 باي 2 مايمو ولا 4 باي 4 مايمو ولا سايسو قايمه سايسو من غير اي مايمو خالص. طبعا هنا موجوده في الاكزامبل دوت او قايمين 2 باي 2 مايمو. رقم ثلاثة عندنا لازم نعرف الميديوليشن، هل انت بتستخدم في باستين كوام ولا طبعا انت بتقدر تبقى باستين كوام، ولو انت في فاتح ال 56 كوام يبقى دي حاجة تانية. في الاكزامبل ده برضه هنشتغل على 64 كوام. اخر حاجة ان السي كو اي هنا اللي احنا هنشتغل عليها هي قايمة على البيست ريديو كونديشن، زي ما احنا قلنا ان احنا عايزين نجيب الماكسيمم، فهو الماكسيمم ده اتحققه في البيست ريديو كونديشن في السي كو اي. تمام؟ يبقى بيزد على الاكزامبل دوت ان انت عندك الباند ويدز هو عبارة عن 20 ميجا هيرتز اللي هي 100 بي ار بي، المايمو لاير هو 2 باي 2 يعني 2 تي اكس ار اكس. تمام؟ الميديوليشن كوام 64، الميديوليشن تايب هو 64 كوام. طيب الحقيقه عشان نحسب الماكسيمم ثروبوت دوت، الماكسيمم ثروبوت دوت بتحسب من الفورمه اللي موجوده فوق ديت، انت بتجيب حاجه اسمها تي بي اس سايز نضربها على طول في المايمو لاير. طيب الكلام دوت عشان نجيبه ونعوض في الفورمه دي محتاجين 3 تيبلز مهمين جدا جدا، هنطلع منهم داتا عشان في الاخر نحسب السوق بتاعنا. طب ايه هو التيبل؟ طب التيبل ده بيجي منين؟ اول حاجه من فايل اللي هو بتاع ال 3 جي بي، اقول لكم انا بشير لكم اللي هو برقم واخد الرقم دوت، دوت فايل بي دي اف موجود 3 جي بي، بحطهم لكم في احطه لهم ان شاء الله في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت. الفايل ده بمنتهى البساطه البي دي اف ده بيقول والله ان انا عندي، هنيجي كده في بيج كده رقمها مهم جدا. تمام؟ هنقف عندها دلوقتي بعد كده نرجع عليه اليونيتي. تمام. طيب الرقم ده بيقول ايه؟ بيقول ان انت عندك في تيبل، التيبل دوت رقمه 7.2.31 7.2.31. انا هنجيب التيبل ده. طيب التيبل اللي بيقول عليه دوت اللي هو 7.2.31 اسمه 4-bit سيكو اي تيبل. التيبل دوت موجود عباره عن حاجه اسمها سي كو اي اندكس والميديوليشن بتاع حضرتك والكودنج ريت والافشنسي. طيب احنا دلوقتي قلنا هنشتغل في احسن ريديو كونديشن. احسن ريديو كونديشن مين؟ مين ان السي كو اي هو اعلى سي كو اي موجود، هو اعلى ماكسيم سي كو اي ريبورتد هو الكام كام؟ 15. رقم 15 دوت يدينا ميديوليشن كوان كام؟ 64 كوان. بس التيبل ده الانبوت الانفو اللي انا هطلع بيها ان انت في السي كو اي دوت اندكس انت وصلت ل 4 ميديوليشن 64 كوام بس كده. وهو ده اول تيبل اللي هو رقمه دوت قدرت اوصل ان السي كو اي مبهر كام؟ ايه اعلى ميديوليشن بيها؟ هو بياخد 64 كوام. طيب في تيبل تاني، في تيبل تاني ايه هو التيبل التاني ده؟ التيبل التاني ده اللي هو بيديك فيها الحاجه اسمها ام سي اس فيرسز الام سي اس اندكس فيرسز التي بي اس اندكس. طيب احنا اتفقنا احنا كام؟ 64 كوان. 64 كوان ديت الميديوليشن اوردر كام بتاعها؟ الحقيقه الميديوليشن اوردر بتاعها هو عباره عن 6. طب احنا اتفقنا ان ال 6 الميديوليشن اوردر هنا فيه كذا ميديوليشن اوردر، بس احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على الماكسيمم ام سي اس ميديوليشن كودنج اندكس، الماكسيمم بتاع دوت اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو بيدينا الماكسيمم ثروبوت.
طب ايه هو الماكسيمم ثبوت في التيبل ده كله؟ لو احنا نزلنا كده هنلاقي ماكسيمم ثبوت هو رقم 28 بمبهر كام؟ مبهر المابنج بتاعها هو 26 26 دوت اللي هو التي بي اس اندكس. تي بي اس اندكس كام؟ 26. يبقى احنا وصلنا من التيبل ده ان الام سي اس اعلى ام سي اس اندكس خدناها بتمابنج للتي بي اس اندكس كام؟ رقم 26. التيبل رقم 3 اخر تيبل، التيبل دوت اخر تيبل بيقول لك ايه بقى؟ هو عباره عن زي ما شايف كده بيبتدي بتيبل كبير جدا. التيبل دوت بيقول لك ايه؟ الترانسبورت بلوك سايز، الترانسبورت بلوك سايز بتاع حضرتك اللي هو التي بي اس سايز بتاعك اللي هو المفروض بيتبعت بير تي تي اي. المفروض انا عندي في ال تي في حاجه اسمها ترانسبورت بلوك، الترانسبورت دوت بيتبعت او ببعته كل كام تي تي اي سكيدول. تي تي اي سكيدول في ال تي هي 1 مللي سكند، فالمفروض ترانسبورت بلوك ده هيشيل كام بيتس في ال 1 مللي سكند. فالتيبل ده زي ما انتم شايفين كده تمام، هنزل هو عباره عن النمبر اوف البي ار بي الريسورس بلوك وادي الايه تي بي اس اندكس اللي احنا جبناها، كان جبناها بكام احنا في التيبل بتاعنا؟ جبناها بكام؟ 26 تمام. طيب ننزل كده نجيب النمبر اوف ريسورس بلوك بتاعتنا قد ايه؟ 100 ريسورس بلوك. يبقى احنا هنروح عند 100 ريسورس بلوك وعن تي بي اس اندكس 26. تعالى ننزل كده تمام كده عشان هو في تيبل. طيب دلوقتي احنا وصلنا للتيبل بتاعنا اللي هو التيبل الرقم الثالث اللي احنا راكب منه. ادي النمبر اوف سورس بلوك كام هنا؟ 100 سورس بلوك والاي تي بي اس اندكس قلناها كام؟ 26. التقاطع بتاع الرو دوت تمام بالكولوم دوت يديك كام؟ 75357. بمنتهى البساطه عرفنا ان الترانسبورت بلوك سايز كام؟ 75376 بيتس في الدي تي اي اللي هي 1 مللي سكند. خلاص يبقى احنا دلوقتي المفروض بقى الفاينل ستيب ايه اللي احنا هنعوض في الفورم اللي فوق دي؟ التي بي اس سايز قد ايه؟ التي بي اس سايز هو عباره عن 75376 دوت خلي بالك في ال 1 مللي سكند تمام؟ يبقى المفروض بتقسم على 1 مللي سكند عشان يدينا التي بي اس قد ايه بير سكند تمام. في المايمو لاير، المايمو لاير معناها ان انت عندك كام لاير؟ هل لازم 2 باي 2 مايمو ولا 4 باي 4 ولا سايسو؟ هنا احنا شغالين على 2 باي 2 مايمو في الاكزامبل دوت. فاحنا هنيجي نضرب التي بي اس سايز بير 1 مللي سكند نضربها في 2. كالكوليشن بسيطه جدا في الاخر هتوصل لإحنا نقدر نوصل ل 150.752 ميجا بيت بير سكند. يبقى انا هنا قدرت بمنتهى البساطه عن طريق 4 بارامتر انبوتس اقدر احسب الماكسيمم ثروبوت الموجود ان السلايه دي المفروض تجيبه ل 1 يوزرز في بيست راديو كونديشن اند 1 يوزر بير سيل. المفروض لما في درافت تيست يجي يروح هيجي يروح يعمل ايه؟ المفروض لو درافت ده لوحده وفي السلايه واحسب راديو كونديشن جاي المفروض يجيب رقم قريب من 150.752 ميجا بت بير سكند. طيب اخر جزء النهارده في الفيديو عندنا لو هو عايز احسب الابلينك ثروبوت بقى. في منتهى البساطه جدا ان الابلينك ثروبوت دوت فيه حاجتين مهمين جدا فيه اللي انا بعد كده هاخد الرقم بتاع الداولينك اقدر احسب اعرف من الابلينك ايه هو. اول حاجه ان الابلينك لو اللي انا بستخدم في الابلينك نفس الموديوليشن 64 كوام يعني مش لور، لو انا يوسج بتاعي في الابلينك هو 64 كوام نفس الموديوليشن اللي انا حسبت عليه الحسبه الكالكوليشن بتاعتي في الداولينك بلس ان الابلينك نوت سبورت المايمو يعني الابلينك موست اوف ابلينك كومن بتاعه هو بيسبورت سايسو في الابلينك نوت مايمو. يبقى انت بمنتهى البساطه عايز تحسب ابلينك ثروبوت ماكسيمم هتاخد الرقم اللي انت جبته هنا في الداولينك ديفايد تقسمه على 2. 150 لو قسمتهم على 2 هتديك كام؟ اللي هي 75.375 ميجا بت بير سكند. كده احنا خلصنا النهارده الجزء اللي بتاع الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. هحط لكم البي بي تي وال 3 جي بي دوكيمنت في الديسكربشن. ما تنساش لايك وشير سبسكرايب لو استفدت من الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.